مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا قصة ديال الأخت خديجة اللي أعطينا لقب أروع أخت، تدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية وتطلب التضامن ديالها مع المغاربة من أجل الأخ ديالها اللي تصاب بالقلب وكان خصو عملية ب 9 مليون. كما قلت في السابق، المغاربة لهم رأي آخر، دخلوا الفرحة والسرور لهذه العائلة في حوالي 4 أيام، قدرت توصل 7 مليون. حاليا الجديد في الموضوع أن العملية دارت ونجحات، غادي نشوفوا مع التفاصيل. خديجة، خوك داز العملية نجحات، عاودي لي. السلام عليكم. تنشكرك اخويا يوسف بزاف، والحمد لله دار خويا العمليه ونجحت ليه ودازت مزيان، وكنا مخلوعين صراحه، والحمد لله نجحت العمليه، داز كل شيء بسلام، والطبيب طمأنا قال لنا كل شيء الامور دازت مزيانه. وكنشكر الناس اللي وقفوا معنا، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وانا فرحانه الناس اللي وقفت معنا ولو غير بالقليل ولو بالكثير، واللي ساعدنا تنشكره بزاف 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 بزاف. وفرحتي كبيره لان خويا نجحت لي العمليه، وما نقدرش نوصف لكم هذه الفرحه لان فرحانه بها. والحمد لله راه باقي الخير في البلاد، وباقي الناس كيتيدروا الخير، وكنطلب من الله الله اللي غيخلصهم، وخيرهم كثير علينا صراحه. الناس اللي ساعدتنا ما نسوش خيرهم، خيرهم كثير علينا. باقيين كيتواصلوا معاك الناس باش يسولوك كيفاش الوضع الصحي ديالو؟ كيسولوا الناس فين وصلت، فين وصل خوك. تنقول لهم الحمد لله دازت العمليه ونجحت مزيان، وكان في الانعاش وطلع من الانعاش، ودابا الحمد لله كل شيء، الحمد لله كل شيء بخير، حالته مستقره دابا الحمد لله. نعم. اخر فيديو وضعت معاك هو كان بقى شيق ديال 2 مليون، ما عرفتش واش وصلتيه ولا لا، وتقولي لي في نفس الوقت يعني امتى الاخ ديالك غادي يخرج؟ جاوبيني على المبلغ واش كملته ولا لا. حاليا ما كملناش هذا المبلغ، هو اللي زايد مخوفني شويه، بقى لنا 2 مليون ما كملناهاش. والخروج ديالو قالنا الطبيب اما الاربعاء اما الخميس غيخرج، وخصنا نكملوا هذا المبلغ، هو اللي زايد شويه مخوفني. وكنطلب من الله، الله يحفظكم والله يرحم لكم الوالدين الى خيركم. ما عرفتش اش غنقول، والله ما عرفتش غادي نقول. غادي ندوي نيابه عنك، الحمد لله انه العمليه نجحت، وهذا شيء رائع. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الحمد لله الخطوات الاولى انه العمليه ديالو نجحت والوضع ديالو مستقر، باقي هنا في الكلينيك، هو مقبل انه غادي يغادر يوم الاربعاء ولا الخميس. مبلغ ديال 2 مليون مازال ما توفقوش فيه، تنطلب الله عز وجل وجل المغاربه كل من ساهم او ساعد للاسهام في الفرح والسرور لهذه العائله اجر محسوم عند الله. سوف ابقى متتبع القصة ديال الأخت التي تضحي بشتى الطرق من أجل أخيها. حاليا مبلغ 2 مليون، النداء ديالنا لجل المغاربة، وفي خضم الموضوع إلى إن شاء الله خرج الأخ ديالها، غادي نسجل معها الحوار اللي غادي يتبعوه معنا المغاربة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، الشكر جزيل لكل من ساهم أو ساعد باش يدخل الفرحة والسرور لهذه العائلة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.